يبقى الحمى الرئيسية كتير بالتهوم ما تكفيه أو أكلته
ما وصحش. ايه طعم الدبان؟ الحمى، الغوبة الدينية، الحادة. ليست الدورة اللي تكون اكيوت، وليست الدورة اللي تكون مفاصلي، وليست الدورة اللي تكون في سخونية. يبقى العافية هي كده ونحفظها كده ليه. تشخيص النقطة الأولى من الحمى الروماتيزمية في حياة الطفل هو لأن هي جات له وان سوماتيك كله سوماتيك فايز. مريض جات له حمى روماتيزمية يخرج من هذا التشخيص الحديث بكلمة نو كيو. يعني ايه الطفل جات له سوماتيك وخاف كيوت، نزلة معوية وخاف كيوت، نيورونيا وخاف كيوت. انما وانس واحد جات له روماتيك فيفر وخد علاج وخاف فقر على البيت. خروج تحسن وشفاء ولا خروج تحسن فقط؟ تحسن. مفيش كيوت. يعني ايه مفيش كيوت؟ يعني بعد الكتاب دي اسمه محمد اسماعيل عبد الفتاح تيروسي او مروان. ليه كيوت؟ ليه؟ لان هنعرف درجات النوبه، النوبه الثانيه تحدث والثالثه تحدث والرابعه تحدث. ليه؟ مش هو قلت بس انفكشن بيختاروا من كل الديوريشن واحد عامل وقت كتير. يوم هو نفسه يجيله بس انفكشن تاني ويقول يبقى ريفاور، فهيجيب النوبه الثانيه والثالثه لان اصبح اكثر سنسيتيفيتي فور فيوتشر اتاك. فبنسمى بنمشيه على لونج تيرم فور ناس. ما ينفعش يتسكت تحت رحمه لما تبقى لو سكتت على الثاني يبقى عليك لا. ده انا هخرجه من النوبه دي ليه النهارده في بنسلين بيبقى في دمه؟ هذا البنسلين اللي بيبقى في دمه يحول دون التهاب. وبدل منع الالتهاب يبقى مش هتيجي نوبه تانيه للالتهاب، دي حاجه هنسميها ايه؟ ريكارد. يبقى ايش الالتهاب والريكارد؟ يبقى ما ينفعوش بس علشان احسن اعراض المفاصل كله هيمشي وهيجي وهيبقى كويس. لما محتاج لونج تيرم كونتينوس وفلاكسس. يعني ايه كونتينوس؟ حب توصل في الثانيه تلاقي ما سو اكيوت روماتيك فيفر از ا مالتي سيستم انفلاماتوري مش انفكشوس. ما فيش حد عنده حمى في حياته الدنيا حواليه. لا. مالتي انفكشوس انفلاماتوري سكندري تو بريفيس انفكشن فاي تو بريفيس. انما عشان تحصل ايه الولد اللي عنده فوسفايتس وعنده سيلك جوه البلوك ولا شكل اليوز بتاع الفوسفايتس ولا الاورجانيزم اللي موجود؟ يبقى اورجانيزم باعراض وعلامات. ما الذي يشكل الفوسفايتس؟ ما الذي جعل هذا الاورجانيزم بهذا الشكل اللي في الصور فوق يوما ما بعد اسبوعين ثلاثه يتقدم ويعمل التهابات في مكان ريموت؟ يروح للمصاصي وطالما هو التهاب يبقى اسمها ايتس، يبقى ويروس ايتس. يروح للقلب ويعمل التهاب القلب سوكاريك يبقى اسمها كونتاكتس. يروح للسبكوتينيوس تيشي ويعمل ليجن اسمها ليجيون نسميها صب. يروح للسكين ويعمل راش لون احمر وديفايند وسيرفيشنال ستيشن سيرفر بتاعها بيفيد اسمها ميوسيما مارجيني. يروح للسي ان اس ويسيب المخ كله ويروح للميكروبيولوجيا سيستم وتاتش يعني الانتي بودي بتعمل دامج معين تؤدي الى اكسترابيولوجيا سيستم اسمها الخمس اماكن دول ليس بالصدفه جم. لا هو ده الديزيز، هو ده السبيكتر بتاعه. خمسه ميجور سيستم انفولد سكين صفوتين سيشن هارت جوي. عشان تحصل الحمى الروماتيزمية لو تخيلنا في 1000 طالب في مدرسة ما من سن 5 سنوات وال 1000 دول مترشحين عليهم سيليكوكال فانجايتس وكلهم خدوا الانفكشن ده كلهم سبتهم ومحدش قرر بينهم انتي بايوتيك واللي زوروا حشيش لوحده وقعدتهم في مكان مش هناخد مضاد حيوي ألف عندهم بروسلايتس وبعد شهر 2 3 خف مين اللي هيجيله مضاد حيوي؟ ثلاثة من الألف ثلاثة دول الثلاثة دول مالهم؟
60 وكل شويه ثلاثه و 997 دول اللي عندهم جينات التالي صفي التالي ثلاثه مش جايين يا ثلاثه بواطي بتشوف عارف البوبيليشن في مصر كانت عامله لو جبت 1000 كانت معايا 10 وجالوا مواد فيبر اللي هم الثلاثه دول خدتهم من كل مكان بتبيع 1000 طالع جالوا مواد فيبر قلت له اتفضل خد السبريت ال 1000 دول عارفين كم واحد هيجيله يبقى ريكفر كام؟ 500 من النص 500 اذا يبقى التاني الاولى 3000 الثانيه 500 في ال 1000 يبقى البيشن دول معناها ايه؟ اسيبه تحت وحده يعالج جوز ولا يفضل ماشي بمسلمين لمده طويله؟ هو ده اللي سببه. عشان تيجي له غير جينيتكس ستابيلتي دخلت الجاس. الاورجانيزم. راح فين؟ مش مسكين. لازم يروح في الفيروس يعني في انفكشن وليس كاوري. يعني الميوس ستيكاليس. بعد ما دخل خد الاورجانيزم المفروض ده لمده زمنيه طويله نسبيا عشان يكون سيستم تسويق. بمعنى لو انا اداني فيبر وصوت صوت الموسوعيه في النهارده واتأخرت في أعطاء العلاج اللي بعد اليوم التاسع غلط. أو ابتديت العلاج في اليوم الأول الثاني الثالث الله ينور بس ما كملتش 10 أيام غلط حالي غلط. في جيت تحكي لي أورجانيزم قعد بس من غير رضا من الضغط الحالي. يبقى تيجي إزاي؟ ديليت وريتني بعد اليوم التاسع عند التسجيل وثلاث أيام أو تسعة من غير أنتيبيوتيك غلط. لو كان عندي لو عنده استعداد هياخد. او ابتدى ايه نسبة بس ما كملتش؟ تنجي الاثنين دول اسمه ايه؟ اورجانيزم ريزيستنس. اذا لو عنده حمى اورجانيزميه حال تيجي يعني. ثالث حاله ورابع حاله لابد الاميون سيستم يبقى عارف والسيرت وايز يبقوا لو واحد من الاكسترا سيلولر التوكس اللي بتطلع بياخد الانتيبيوتيك بتاعها كمركب يقول ان الولد ده كان عنده إصابة صديقة بالميكروب السلاحي والميون سيستم مكون أنتيبيوتيك زي إصابة واحد بيه ولا بغير في السجن عايز تعرف كانت إيه ولا دي ولا اسمه بتطلب أنتي هيباتيتس إيه أي جي أنتيبيوتيك ده الماركر وبيقول إيه من الهيباتيتس كانت نفس الكلام تجانس الكوكا كان نفس الكلام هذا يعني نعم عصر اللي عليها ايه؟ علم تسويق كويس الكون ده المستقبل. ايه اللي بيحصل بقى في خلال الليل في دول الايه؟ بعد الانفكشن وبص الانفلاميشن نظريه التشابه الجزئي. يعني ايه مريض الانفكشن؟ كل انتجين من السيرك وقال مليان انتجينات. الكبسول ده حته والسيب والسيب والبرين والبروتين والكربوهيدرات والسيب كل دول مولوكيولر ميريكي تشابه مزيف في احد الشيء او البروتين. سلوك الدوبامين مشابه واحد. الانوموتين بتاعتي الفالف في حته. اذا البرنامج بتعمل ابروف وده وظيفه البص. اجينست ذا اورجانيزم هتوجه الاسهم كلها ناحية البص وقوه الشيء. يبقى هتعمل شيء خاص. ليه بقى واحد بياخد خط واحد بياخد جوينت، واحد بياخد سي اس، حاجه انديفيدوال فاريشن. ففي تشابه ما بين الفالف، سبكوتينس تيشو، سيوميا للبرين، والليزر جانديا، وليكن الديزيز بياخد الاربعه. اكيد كويس مصيبه بالستروفيكال فاريتيس، سيرفايكال فاريتيس، تيجي المنظر ده، ده تيبيكال ستروبري بتاع فارنجايتيس. ستروبري تانك، ودوش بقه والصوت بتاعه احمر بس ما استغلت طويل المدى واحدة حتى في 10 ايام في السيارة.
حساسيه النسبه ياخذ نسبه كويس من 10 ايام. اذا قصصتها بالنص كده ممكن تيجي كل اعراض المفاصل على هيئه
لين فقط وليس هناك اوفر اوبجيكتيف فايندينغ. سوري شغل هودنس شغل بس يعني الاجل المنقع حسبناه في الجبال الوجودي اهميتها التشخيصيه بس خفيفه. ماينو يعني ايه ماينو؟ تتشابه مع امراض الاخرى. انا ما اقدرش اعمل لك حاجه تشخيص واحد لما تساعد هذا المفصل. الولد لازم العلاج بتاع المريضات والفرنسا بعد الشخص يشيلوا اسبرين لمده 3 4 5 ايام لسه اليوم الرابع والخامس بيجي واحد بس. دراميه الفرنسا والاسبرين بالدوز اللي احنا بنقولها دوز انتي انفلامتوري وليس دوز انرجيتك وليس دوز انفلامتوري دوز عاليه عشان البيشن يتحسن فيها. ونسال نفسنا بعد ما بتخف 3 4 ايام واحده بس تيجي بقى الحاجه اللي بتعطي البيت الحمام والمزايد وكده يفضل يديله الاقراص دي كلها. الدكتور بيقول لمده شهر ونص وما تخاف وقفي السنين بتاعتي خفيفه. الشيخ الباقي الاخرى في المكان توقف لان الهم جاي لك من الولد عندي 48 ساعه بدل ما كان يوصلين واربعه اللي هو ماذا يعني؟ مين بتدي علاج عمل؟ صدمش. هتيجي ترفع ايدك عن التوقيت الصح بيحصل ها؟ فليكس لا اسم تاني. ريباوند مش الكلاس. ريباوند. ريباوند يعني عدد ظهور الاعراض بشكل شنيع. ليه؟ ما كملش الكورس اوف انتيكيه. طفل تاني بيجي باعراض بيجي في القلب. المفاصل التابعية حاجة انما القلب هيجي فيه قلت كده لو واحد جاله التهاب في ثلاث طبقات القلب الكارديتس مايكارديتس بريكارديتس اشنع درجة من درجات الكارديتس والروماتيك فيه ماشي هاي الكلام بعد ذلك ليه؟ هل الانتوكارديتس عملية بيلز نو بيلز مايكروبيتس عملية بيلز نو واي تعالى بيكروبيتس بيلز ايش طبعا البيكروبيتس والله في الدنيا الان يعني واحد جاي مريض بيكروبيتس هتاخد البيكروبيتس؟ لا هتاخد المقابل الواحد. زاد الالتهاب شدة؟ ما يقدر. زاد وزاد وزاد بقى تبان الكروبيتس وتاخد البيكروبيتس يبقى لو انا عشت بيلو انس خاطئ ولا غلط؟ خاطئ مش هستناه انما لو ما جابش الكبير اعرف يوصل من الخاطئ صح؟ طب حلو ايه تاني؟ لو ايه المخاطئات اللي حصلت وهي الاساس في الجديد الفالب بتاعنا في الناحيه الشمال في الهارت مايكرو الغلط محصورين عليه من الخاطئ المخاطئ الطبق كده وفوق فالفالف لما يبقى انفولفد ليه انكوبيتس بس عشان ايه على الفالف بنسميه فالفيوبيتس يبقى انكوبيتس عندي فالفيوبيتس يعني ايه المقابل بتاع الليفت يقول لك ايه ولا لوك بتاع الليفت ولا لوك بس في حاجه ايه المقابل محسوب عن مين؟ الفالف تعالى بقى تعمل انفلاميشن كل الدنيا بتاعه بقت يعني ايه؟ فالفيوبيتس الناحيه الشمال بتاع القلب أولى بالتالي جايب من الدوشة في العالي. بنص كومان فاي مايك مايك. نيكس أول. سير كونفيجيشن بريد. الفالف لما يتعب يغمى فأكيد في ستيت لسه جاي من انفلاميشن طازة هيفتح عادي. إنما لما يبقى ضغطتين الفالف في لوبي للإيديما والانفلاميشن وتحكي منه الليفت للفريق كونفيجيشن 120 وتقول لي يا مايكرو الباب يا انت اديني تصميم في جيم النبي امسك نفسك عشان ما تفوتش لا لا ما اعرفش تفوت يبقى النكس يبقى اللي هيحصل في الاخير ستيج ماي وان نص نص والاورد الفالف اقفل حلو اثناء التجسد ما تخليش الدم في الاورد يرجع بس انا فين؟ حاول يفوت يوم يحصل اورد او كومبينيشن ناحية الشمال زاد الانفلاميشن شدة
دول هتسمعهم بيسموها عمالقة أوثمانية أو أوثمانية بيجن فور ذا فيرست تايم بروتونين في الكاركايز. زاد الإنفلاميشن وصل للميكاركايز بقى فلوبي بقى كتنشيس مع الجير فلوبي وبرضه يحصل كاردي. زاد وأكثر وصل للميكاركايز هاو في عندي أربع مانيفستيشن في الكاركايز يا بيرما متأخر بقى كارديوميل تنفتح هارت فيلير درجة ثالثة وصل في الكاردان والكارديتس انفيوجن درجة رابعة. هذه درجات متفرقة لكن احنا بنبتدي من ايه؟ من جوه. يعني واحد يجي لك مكتوب بالكارديتس بس يقول لي ده المنطق ولا يحس لازم يكون الكارديتس او ده بيه ده الكارديتس بقى اللي يشرب ايه بعد هذا الريسك حاجه من اثنين ماست بي سيفير انف تكون خط كده او سيفير انف تكون في الكارديتس عشان يبقى اعرف خط كده او يبقى اعرف شيء لا جاي مش سيفير ولا جاي خط كده مش شديد لان مش هتقدر توصف حب السماعه كده في عنده نمر كتير مفيش فيه ليه؟ الواد الحظ حلو اللي يجي بعرض مفصل او بعرض سخنيه تقوم انت تروح السماعه على ايه؟ على الهارت تلاقي الله ينور ده ما اللي جاي بكارديتس بس ما عادش هيجي يجي في الاحمر من البيبي كارديتس او الهارت فيلير فالحظ حلو ان المفاصل توديه الى ناحيه الهارت كارديتس عشان كده كارديتس يجي مع الاسفايتس وكارديتس يتاخر كاركتس قوية للويد قوية اكسترنال مانيفستيشن كل مستوطن في ليه ليه خلاص يكون كاركتيشن كل ده عنده دول ومشاكل ومسمعي خلال هذا السيد شو بأخر مرة بيتوزوا بتاعي بكرة أو عشر الليه اللي في القوية لها قوية على عكس الليه اللي في مين السلايتس في الشو عشان كده السلايتس والكوريا لا يختلفان في مريض واحد لان السلايتس اكيوت والكوريا ليه؟ لما الاثنين واحد معايا السلايتس وين اوكير اكيوتلي بط عشان كده اسمها كيتوماتيك انما كوريا وين اوكير كيتوماتيك في بطين دي تو بي ديلي ايه الفكره هنا؟ ان الانتي سيرويتولايس اوكيوتلي بيبتدي يعمل بعد الانفكشن يفضل عالي لمدة طويلة وينزل. لو أنا شفت الرماد الكبر بأوسايتس هي إيه السوعة؟ بيكارديتس إيه السوعة؟ بدأت بدأت إيه السوعة؟ ليه الكوريا دي؟ وهي ليه؟ اللي إيه السوعة؟ ليه الكوريا؟ يبقى هنا إكستنشن. هي دي إكستنشن ولا إكستنشن؟ طالما مفيش رماد الكبر بدأت تكون كارثوجينيس يبقى مفيش رماد الكبر بدأت إيه السوعة؟ طب إمتى أحط إيه السوعة؟ البيشنت برضه بيصور وقت لو انا شايف البيشنت ده ما يدوب متاخر كوريا اكسبشن وكاربيتس لو كانت متاخر يعني خليها عشان كده عملنا مشخص وحاطين خمسه منهم اهو بيحللهم وفي كمان خمس سرايمر مانيفستيشن لو بصيت الخمسه منهم دول كده يا جماعه ايه القصد المشترك في الخمسه دول؟ كاربيتس ولابسرايتس كوريا سطحية في الديون ترسيمة مركبة القسم المشترك هو في ريشة دم البصور صح ايه القسم المشترك وانت شايف المريض جاي لك بالعربي ايه اللي انت شايفه في مصر كوري كلهم يتشيرين من نوع كلين جاي سطحية في الديون بيعنيك وبالبنجشة الرسيمة مارشينة بعينيك كوريا بتحسن الدم بول أرثرايتس دلوقتي مش شاب كارديتس ولا شاب زي كلهم كيميكال أمال اللابوراتوري بتاعه هي في المادة دخلت فيه مايو سخونية وأرثرايتس كلينيكال مايو إنما الاتنين دول دخلت في الباب في تاني حاجة ودخلت في الإي سي جي في الرابع يبقى المايور مانيفستيشن دول كلينيكال ولا كلينيكال عندي لابوراتوري؟ والميجور مانيفستيشن ايه؟ مرض عادي. بص بقى اول تشابه بين الخمسه
سير إن أوفرلاب سيستم يس قولي في أبصار لهذا كمان Yeah.
جميل بياخد منسوبه او مسؤوليه. بعد ما اتاك واحد وانتهت عندي اثنين نوعيين من الجيش. واحد جاله السؤال السوري في النيل وخاف والقلب ما بقاش اي حاجه. واحد يمشي طويله على الشهر اثنين ثلاثه الارض فين؟ ايه اللي بيشي اللي كان عنده طوله وتسميه ومشي طويل ده؟ واحد دكتور شاطر شاطر يعني خايف. قلت له كنت مستني قلبي متعور. هو وكيل كيلو خد ربع جنيه على السواريز. طول ما القلب سليم تمسك في الحقنه ولا تتقفل عشان امنع القلب تاني لان القلب التاني ممكن يتقفل. يبقى احنا بنمشي في الحقنه منين الداتا اللي جابها الدكتور عشان يقول له كونتينيو في نفسك حتى لو القلب سليم. كم الداتا خش المستشفى عشان يعملوا توعية، إنما لازم ياخدوا
في يوم نفسي في كل دوزي وبعد كل نفسي أرجع لمية خمسة وسبعين وكان من ثلاثة أربعة سنين الكورس يا دكتور خاف حتى من بسط الكورس بس لو يجري تعبه نعم حاجة عن بس الولاء وحاجة يشيء المهم اوعى ترفع عليك هترفع عليك ويبقى ليه الأسبوعين فقط؟ لأن يعني الأسبوعين ده بيشخص وبيعالج. يعني إيه؟ لو أنا خدت مدخول في داخل 48 ساعة برضه بس بيتأكد تشخيص التاني ده صح. وبقيت فيه. لما خدت ثلاث أيام الورق بيرجع زي ما هو. أربع أيام وزي ما هو. خمس يوم يا عم ده دكتور ده ناخد العلاج المفصل بس أكد إن كان الدوز صح. كل ما الأعراض بتزيد هو بياخد الورق صح يخليك تفتح الباب بتشخيص اخر محتمل هو رايت لوبس كل جينيتيز لوكيميا وفاتك فما تعرفيش كارديتس لو قلنا احنا في البيت سايد الباب انا رايت الباب اهو تيجي انفلاميشن هنا يحصل ريجوليتيشن مايك 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 انا شفت الباب هيقع على السطح Thank you.
بتاكل الفول ايه اللي عندكم في الحاره. دخلت انا والدكتور محمد، انا سمعت ان هو مهندس ستوديك محمد المصمم من تاني شيخ يا سيدي. ده انا لا اكتب مش شايف ليش يا سيدي. وصل 200 ساعتين فعلا سموا شويه مستوى مختلفين. مين اللي حكى؟ الانفستيجيشن. دول كانوا الانفستيجيشن اسمها ايكو كارديولوجي. احنا في الويب انفستيجيشن خدنا من اي سي جي اي في البي ار وخدنا من الاكس راي كارديولوجي كارد سورس انفستيجيشن. Yeah.
الخريطة عاملة زي الخريطة بس لها مارجن ويند فايل
شنكرسك معك بسيمة مارجينيتا، يعني المارجين بتاعتها لون أحمر، يعني السنترال بارك بتاعها مالي كبير. واحد هيقول دي ميزو مانفستيشن، ليش؟ زيها زي الكارديتس؟ اه. طب ليه هتفهم مع بعض؟ يتغير الوزن النسبي في التشخيص الكارديتس اللي بيصيروا مارجينيتا متخيله ما يبقاش قوي؟ اه. طب ليه؟ لما جيت ليه طفل عندهم بيصيروا مارجينيتا بيطلعوا 99 هرمون يبقى الثقل ده تشخيص. لو شفتها هرمون الكالتيريوم السكر الوزن التشخيص ليجا مالتيبل ابيريو ترانك ريجر روزاليستا نيبر روزافيس نمبر اوف ايكو بيت فول بلانش اندر بريشر اند اورنج ريفليكس سب كوتينس من مكانها سب كوتينس يعني بشوف ان يجيب كده على الكوليسترينو على الكوليو على التيم كيبس على اي حته من دي اقدر امشي السن اللي فوق يبقى هي مش هتتشي يبقى صعب فيرم نديو فيو مليمتر اب تو 2 سنتيمتر بتحصل على الكون الهومينس على الستين دورتين الجندون كومن البو ريست مي انكل هذه السبكوتينيوس ديول في قلبها التشخيصي هي كربونة من جوه الأشوف ديول بتاع روماتيك فيبر اللي في الهارت عشان كده دي المراية لو عندك صوت وتيجي بس ديول نسبة 100% عنده عشان كده غرف دواته بقى تحفظ تحفظ ايه غرف دواته في تشخيص الحمى والمسكين اعرف القصه القصه اللي فيها من الاول للاخر اسكيب انفلاميشن بعد كده اسكيب ايه السيستم اللي لو طلع اللي انت شايل هم وعايز تنفستيجيت قوي بالخمسه النهارده القلب اخباره ايه في التالت الاسينشال مانيفستيشن ايه اس هو الانتظار الالف عشان اشوف علاقته بالميكروب السباحي في اول واحد اس او رابيد انتي فور كاش بعد كده اطلب دوكيومنتيشن اوف انفلاميشن بعد كده هتشوف القلب متعور ولا مش متعور مش بيسمع بس يفضل يكون فرق بالاي سي جي وبيجيبه بالاكس راي الاكس راي الوحيده دي الكارديومتر دي واحده منهم عشان كده السؤال المشهور يقول لكم كلكم في غرفه فورمان في مانيفستيشن سجستيف اوف روماتيك فيفر سيلكت غسيل البافوجرمونيك سيمتوم او ساين او لا سؤال واضح من هذه الاعراض والعلامات والتحاليل اخترت من ال 10 11 واحد دول واحده منهم تحلف عليها ان هي عنده حمى اسف اول واحد ابصرايت اسكوريه بولوجيا بي ار اي ام هاي انتي بودي دوري كارتايتس تيبيكال بانس ستوري سانكوتينيوس حرام عليها ثلاث ايام بلس اكثر من 100 هرمونات سي او بي عالي اسيتوب وايجرافي يقول اساس ايه تاني كارثي؟ دكتور قال لي سي او بي ايه Thank you.
لو حسسنا في الولد بيشتكي من
بيته انجكشن ومهما كنت بتكون خلاص بس ده خيار يعني فاشل انك هتضطر ترجع للبنسلين مع الطبيب الفعلي وقايا يعني بيت ده كان 21 سنه كل يوم ياخد بنسلين معلقتين او ثلاثه ديلي لغايه ما يبقى سنه 21 سنه مين يراهن على هذا النجاح؟ حيبقى في مكانه وطعمه ويبقى هو 10 ايام وخده ويرجع ما ينفعش يبقى اتمنى لو حسيت ان الانسان ده هو ديلي لان طبعا مصدر فاينانس وكلمه ديلي بتجوز يا محمد يعني اسبوعين يعني جمعه صلاه الجمعه برضه ياخد وش يوم بس عشان ما يحصلش مشكله وجعان يقول شويه يوم يروح عادي النهارده الجمعه جمعه وجمعه لا يعني 14 يوم مش مرتين في الشهر في ناس تنسي في النتيجه ويمشي واحد يجي شهر في الميه مش هنفكر الدنيا كلها فجمعه جمعه لا يعني 52 اسبوع بيبقى 26 حلقه في السنه صح؟ اللي بصيته لقدام في الشهر مرتين في الشهر او ثلاث ايام 24 لا هم 26 قادر ان اعرفوا بالحوار كل اسبوعين وليس كل 15 يوم ماشي حساسيه بالانسولين السلفر دي كل كلام 27 او كذا رقم او نص لاحظت شيء وحساس الاثنين وما بتعملش غير يدرسوا كويس هنا المساله وصلت اللي فيه تغير من الريفنشن بس فيه سحر من الريفنشن تغير من الريفنشن مين اللي بياخدوه؟ اي طفل جاب الجهاز مرتين لازم يلعبوا 10 ايام اسكيرلي اسكيرلي بيفور ذا مايل سي اي ابتديت في اليوم التاسع توقف في اليوم ال 19 ابتديت في اليوم الثاني توقف في اليوم ال 14 طب بدا بيرجع التوابيع في له شرطه واحده كوميونتي مانجر يكفيه طب اللي عنده روماتيك هتديله ايه بعدها؟ سكن بالريش يوم ال 11 كونتينيو مفيش حاجه اسمها الشتاء تاخد كل اسبوعين والصيف كل ثلاث اسابيع هي حر اكاديمي بتعمل اختبار حساسيه اول مره وبعد كده كل ثلاث شهر بتتعمل كتير جدا بتعمل اختبار حساسيه قبل الخطر وبتاع فيجن سنسيتيزيشن وفي الحقيقه ما عندوش ليه حريصين ان يكون معندوش لان البروفلاكس في البنسلين احسن. تيجي تساله خد اروستاتين قال لك خد خد بنسلين هو خد خد كفايه صغير عبد الفتاح كان عنده حساسيه ميجور كان خد كفايه صغير خد الفتاح فمش بالثلاثه تتعامل مع حكيمه تاخد الانجكشن بتاع سبكوتينيوس ده اكيد مهم اختبار حساسية في البنسلين انفراد تيرمال وليس صبر وفيزيكوس. عيشة